بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. مازلنا متواصلين معكم في فير بلاي حتى المطلع ونص متاع العشية. والأمس الجامعة التونسية أعلنت نهائيا حل الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي بقيادة عبد السلام اليونسي وتعيين محسن طرابلسي للعب ديالي وسلاتي وكذلك مهدي الغربي للتوالي تسيير دولي بالنادي قبل الانتخابات. اليوم عبد السلام اليونسي أعلن استئناف الديسيزيون هذا نتاع الجامعة التونسية مما يخلي إشكال قانوني شنو هو حل الاستئناف هذا وين تنجم توصل الأمور. على ذاك حبينا ناخذ معنا الناطق الرسمي السابق المساعد السابق للنادي الإفريقي الأستاذ كمال بن خليل المطلع جيدا على القانون الأساسي للنادي اللي شنو يقول في الحالات هذه. أستاذ أهلا بك. أهلا سلام بيك وبالسادة المستمعين. دونك كنت تسمع فيه أستاذ، حبيت نعرف وجهة النظر القانونية متاعك بخصوص الموضوع هذا. قانونيا نعتقد انه قرار الجامعه التونسيه اللي كنت قدم من الناحيه القانونيه هو قرار صحيح. علاش قرار صحيح؟ لانه القانون الاساسي للنادي الافريقي ينص بوضوح على انه اذا الهيئه المديره يجب ان تكون متكونه في الادنى ثلاثه اعضاء، رئيس وزوز. نعرفوا بعض الاستقالات اللي صارت في الصيف قعد كان السيد عبد السلام اليونسي ومعه نائب الرئيس حمزه الوسلاتي. دونك الهيئة بطبيعتها منذ ذلك الحين أصبحت غير قانونية وأصبحت منحلة بطبيعتها. ولو يعني أنهم أستاذ قالوا فما استقالات قبلت واستقالات ما تقبلتش؟ لا، القانون الأساسي ما هو لجنة الطوارئ جاوبت على الكلام هذايا. القانون الأساسي ما هوش ما يتحدثش على قبول الاستقالات أو رفضها، يقول أنه الاستقالات يؤدي حتما إلى إذا كان فات العدد متاحهم لدرجة تجعل فما زوز فثلاثة فأقل فالهيئة تصبح غير قانونية. القانون الأساسي ما يحكيش على أنه لابد من قبول هذه الاستقالات أو رفضها. ثم أنه عبد السلام اليونسي أحكى على رفض الاستقالات أشهر بعد، معناتها كان جاء رفضها رو من نهار الأولاني من جوان ولا وقت صاروا الاستقالات من وقتها يعلن عليهم. دونك واضح أنه الهيئة أصبحت غير قانونية. وبما أنه الهيئة غير قانونية، الجامعة التونسية اللي كنت قدم بصفتها النادي الافريقي منضوي تحتها في اطار ممارسته لنشاط كره القدم، عاينت لجنه الطوارئ بها انه خلو معناتها صفه الهيئه في انها تمارس مهامها، وعاينت انه الهيئه هذه غير قانونيه ومش موجوده والنادي اصبح تقريبا بدون هيئه، فالتجأت الى العائله الموسعه للنادي الافريقي بناء على طلب عدد من المنخرطين. فما منخرطين التجؤوا للجامعة التونسية، هي ما كانش تعهدها تلقائي أو لجنة الطوارئ، كان بناء على طلب من منخرطين، تتذكر معناتها التجؤوا لها وطلبوا منها واجتمعت لجنة الطوارئ. بناء على تعهد بطلب من المنخرطين، الجامعة كانت راسلت أعتقد سبعة رؤساء قدم وصحوا على محضر جلسة يكلفوا فيه الهيئة التسييرية هذه. يعني أنا باش نلخص نقول أنه القرار متاع الجامعة في طريقه هو قرار من الناحية القانونية سليم وفيه ذوق، وفي نفس الوقت يحمي معناتها مصالح النادي من الاندثار، لأن كلنا نعرفوا أنه النادي في الفترة الأخرانية مسيب، لا ثم هيئة لا ثم حد شيء. معناتها أستاذ الخطوة المباراة رئيس الهيئة التسييرية كان موجود ورئيس النادي غايب مش موجود. معناتها دونك من الناحية القانونية القرار هو قرار سليم وفيه برشا ذوق، مع الأسف إذا صح خبر الاستئناف نتاع فأتنجيك أستاذ الاستئناف فقط الخطوة نتاع مراسلة الرؤساء السابقين السبعة اللي صحوا هذه موجودة في القانون وإلا مسألة ذوق كما كنت تقول أنت بنفس العبارة؟ هي مو فراغ لهنا، القانون ما هوش يحكي، القانون الأساسي للنادي الإفريقي ما يحكيش على الحالة هذه. باهي احنا توا لقينا رواحنا قدام حالة أنه هيئة منحلة، ما فماش هيئة، شنو نعملوا؟ نخليوها بلاش هيئه؟ قعدت هي اللي اشهر وهاكم شفتوا شنو صار للنادي، معناتها تشوف الكوارث اللي صارت. هيئه ماهيش موجوده، دونك الجامعه تحركت بناء عاود لك بناء على طلب المنخرطين اللي التجؤوا لها، ولقات الحل هذايا الذي يتماشى وروح القانون الاساسي نتاع النادي الافريقي، لانه هي اعلنت على تنظيم انتخابات، لكن من هنا الوقت الانتخابات مش معقول انه الفريق يقعد مسيب، ثم اجال بتاع ميركاتو، ثم اجال بتاع خلاص ديون باش ما نتعداوش المرحله الثانيه من العقوبات. فالجامعه القات الحل هذايا بالتوافق مع العائله، هي ما فرضتوش الحل، ما جابتش هما هالاشخاص هذوما ونصبتهم، بل هما اشخاص وقع اختيارهم. هي اش عملت الجامعه؟ كلمت العائله الموسعه نتاع النادي الافريقي الرؤساء القدم، قلت لهم تفضلوا راهو اللجنه نتاعي عاينت انه ما ثماش هيئه، شنو هو الحل؟
فالرؤساء هذوما قالوا لها الحلها ولجنه تسييريه، هيئه تسييريه متكونه من فلان وفلان وفلان الى حين تنظيم الانتخابات. دونك من الناحيه القانونيه صحيح، انا رايي الخاص انه القرار في طريقه صحيح بالقدا. باه اخر الاخبار تقول انه عبد السلام اليونسي باش يستيني في الديسيزيون هذا نتاع الجامع. بون نقول ان شاء الله ما يستينفش، ان شاء الله على الاقل يخلي معناتها بعض من على الأقل في اللحظات الأخيرة متاع تسيره للنادي، إن شاء الله يكون معناتها يغلب صوت العقل ويغلب صوت مصلحة الجمعية وما يستينفش، خاطر إذا كان مش يستينف باش يكون قرار مؤسف جدا الاستئناف. بون أعتقد أنه الاستئناف معناتها تو تسرع لجنة الاستئناف في النظر في الاستئناف متاع اليونسي، لكن أعتقد أنه الاستئناف متاعه ما عنده حتى معنى، وشخصيا معناتها من توا نقول لك انه الاستئناف سيرفض في الاصل، لانه ما ينجمش ينكر انه الهيئه غير قانونيه. دونك ما ينجمش يدفع، ما هو حتى وقت اللي اعطاته كان تذكر لجنه الطوارئ اعطاته وقت الاربع ايام باش يدلي ببعض الوثائق، معناتها ما نجمش يدلي بهم، لا التقرير المالي لا التقرير الادبي لا محضر جلسه الجلسات التقييميه اللي القانون الاساسي ينص على ضروره عقدها، هو من نهار الانتخاب وما عمل حتى جلسه. دونك ثم خرق من طرفه للقانون، ولا اعتقد انه الاستئناف نتاعو باش يصحح الخروقات هذيا، وبالتالي اذا استئنف انا باش نقول انه معناتها خطوه اخرى من خطوات الخطا اللي قاعد يمارس فيه منذ مده معناتها، ان شاء الله ما يستينفش. حسب المعلومات اللي عندي استاذ، وانت تعرف اكثر مني مطلع اكثر مني، عبد السلام اليونسي متشبث بالمنصب نتاعو لهنا، شنو النجم يجبر باش يسلم مقاعد النادي؟ تعرف فما امور نتاع لي كونت نتاع الكلوب، فما حاجات برشا حاجات. اذا هو اذا ما استينفش بالقانون يتسلم معناتها، والمحضر الجلسه ذاك المنظم من طرف الرؤساء يهزوه اللجنه التسييريه ويمشيوا للبنوك ويقع عليهم بانهم هما تسلموا مقاليد الفريق، وما همش ما ينجم معناتها مش لازم يستناو عبد السلام باش يرضى عليهم. فهمت؟ دونك محضر الجلسه هذاك كافي لوحده باش يهزوه ويمشيوا، اذا ما حبش يسلم الاختام وما سلمش لي كاشي وكل الحسابات واحد فهذا امر اخر، معناتها يتحمل هو التبعات نتاعو قدام القانون، لانه مش معقول اللي قاعد يعمل فيه. ولات الحكايه كانها عناد اذا باش يعمل الامر هذا، انا مش نقول اذا باش يعمل، نتمنى انه صوت الحكمة عنده يغلب ويسلم المقاليد، إذا ما عملهاش ستكون هناك معناتها طبيعي معناتها بعض التعطيلات، لكن أعتقد أنه سيقع الإسراع في إجراءات الاستئناف، وربما نلقاو رواحنا قدام حلقة أخرى من حلقات التقاضي لإجباره معناتها بالقانون بالقضاء على تسليم معناتها العهدة اللي في يده. بالقانون معناه ينجم يتم اجباره بلغ الامور القانونيه معناه. بيان اذا كان من الهيئه الدكتور طرابلسي اذا كان هو يتصل بعبد السلام وهذا يرفض، شنو باش يعمل؟ باش يولي يضطر يمشي للقضاء باش يلزموا يرغموا على تسليم الواحد معناتها في اطار قضيه استعجاليه، وانا مانيش عارف ولو اني انا ضد فكره التقاضي معناتها في القضاء المدني، لكن هنا الامر لا يتعلق بتقاضي رياضي وانما يتعلق بتسليم عهده، تسليم العهده هذه اوراق وكشوفات ووصولات دونك وكاشيات، دونك اعتقد انه القضاء المدني مختص استعجاليا في النظر في الامر هذايا، ان شاء الله ما نوصلولوش، ان شاء الله مره اخرى عبد السلام بور اون فوا يهديه ربي ويعمل حاجه صحيحه، على الاقل الخروج يكون بخطوه صحيحه مش بخطوه غلطه اخرى. نعرف انت مطلع استاذ على الكواليس، شنو هي قراءتك انت، شنو باش يصير في الايام القادمه؟ والله اللي قرب من عبد السلام يعرف انه ما ينجم يفهم حد شيء. دونك انا بحكم معرفتي به ما نجمش نعرف، لانه انا معناتها تعرفوا مليح علاش خرجت وكيفاش معناتها برشا مراوغات، دونك انا نقول يا ربي ما يستينفش وكهو، هذا تمني. تبقينا هو شنو باش يعمل، الوحيد اللي نجم يعرف عبد السلام باش ينجم يعمل هو عبد السلام. واضح. نجم نشوف انتخابات قادمه استاذ، نجم نشوفك في ليستا ولا حاجه هكا ولا لا؟ لا 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 ما لا، فما ناس تسير على روحها ربي يوفقها، انا نعاون كيما جماهير النادي الافريقي، اللطخه هي موجوده ان شاء الله بقدره ربي، نعاون بما استطيع، ملفات قانونيه نعاون، ما عدا ذلك هاني فرايجي ومعناتها، والراحه انك تكون سيبورتور متعه ما بعدها متعه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك الأستاذ عايش. كمال بن خليل، خذيناك اليوم بصفتك مختص في القانون الرياضي ومطلع جيدا على القانون الأساسي للنادي الإفريقي، حابين ناخذ من عندك شنو يقول القانون في الحالة التسييرية توا في النادي الإفريقي في ظل حل الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذا حالة الشغور عينتها أيضا الجامعة في المقابل تمسك عبد السلام اليونسي بالمنصب نتاعو، فهمنا شنو نجم يصير في الحالة هذه، شكرا لك الأستاذ كمال بن خليل، فاصل ثم مواصلين في البلاي حط